شايع رمضان الحادي عشر المباراة الختام او الاستعراضيه الختاميه. طبعا هي راح تكون مباراه نهائيه بين وطنيه الاتصالات وايضا دوله العمر، لكن هذه المباراه بين مجلسي اداره نادي الكويت ومجلس اداره نادي القادسيه في هذا اللقاء. وطبعا اليوم موجود في التشكيله خالد الغانم بالنسبه لنادي الكويت، وايضا مرزوق الغانم وفهد الغانم، عمر القضيبي وبدر العصيمي، محمد النصر، غازي القندي، ديان ديان. هذا تشكيلة الفريق الأبيض للقاء اليوم. لكن مجلس إدارة نادي القادسية، محمد الحربان، شيخ طلال، سعود أبو حمد، وليد الكندري، محمد زويرد، محمد أبو حمد، رضا معرفي، حسن أبو الحسن، بسام، وأيضا فواز الحساوي. الآن طبعا المذيع الداخلي أيضا أبو سليمان يا أحمد سليمان جيعان، الآن هو يعطي المذيع الداخلي في الصالة لأسماء الفريقين وتشكيلة الفريقين، وبالتالي التحضير. بدر عصيمي طبعا حارس مرمى الفريق مجلس إدارة نادي الكويت، انتخب في العام الماضي بنفس الدورة. أنا حمد طبعا حمد أبو حمد اللاعب السابق والمعلق الحالي والزميل الحالي أيضا هو حمد محمد، من الأسماء اللي كانت برزت في أوائل السبعينات ولا زالت تقدم عطائها الرياضي ولكن على الصعيد الإعلامي الآن. لكن فواز الحساوي أيضا بالنسبة لمجلس إدارة نادي القادسية، الآن النائب مرزوق الغانم مع أيضا الشيخ طلال فهد الأحمد رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، وطبعا اللاعبين وكابتني الفريقين رئيس مجلس إدارة نادي القادسية مع النائب مرزوق الغانم. طبعا هنا أيضا الشيخ طلال فهد الأحمد أيضا يصافح على لاعبي فريق نادي الكويت، وايضا مرزوق الغانم يصافح لاعبي فريق نادي القادسيه قبل انطلاقه هذه المباراه. ايضا حكامنا علي محمود وايضا ناصر العنيزي، عاصم حمزه، فاضل بوفكي، هنا ايضا اللواء المتقاعد رئيس مجلس الاداره ورئيس هيئه عام الشباب والرياض، المدير العام للهيئه العامه للشباب والرياضه فيصل الجزاف، اللواء المتقاعد الان البطولة تحت رعايته وبحضوره في هذه المباراة، وأيضا الشيخ دعيج فهد الصباح أيضا مشكورا حضرا في هذا النهائي، وأيضا يصافح اللاعبين الفريقين الشيخ دعيج فهد الصباح، وهذا هشام الشايع أيضا المدير عام الدورة، والشيخ أيضا دعيج فهد الصباح والشيخ طلال فهد الأحمد. وطبعا لقطة تذكارية لكلا الفريقين الآن قبل انطلاقة المباراة على المباراة الاستعراضية من مهرجان الختامي لبطولة الشايع الرمضانية الحادي عشر لكرة القدم. وطبعا صورة تذكارية شيخ ايضا دعيج فهد الصباح مع اللواء المتقاعد فيصل جزاف المدير العام للهيئه العامه للشباب والرياضه، وايضا مجلس اداره نادي القادسيه ومجلس اداره نادي الكويت في لقطه تذكاريه. هنا تتكرر هذه المباراه وتتكرر هذه المواجهه بين الغريمين في الصعيد المحلي للبطولات المحليه في بطولات تنافسيه رياضيه. الان في مواجهه ايضا رياضيه هنا في صاله يوسف الشاهين الغانم، الشيخ طلال فهد الاحمد ايضا بمواجهه اخرى مع مرزوق الغانم في هذا اللقاء قبل انطلاقته، ولا تخلو ايضا الامور من بعض ايضا المراوشات التي تحدث وديه في ارض الملعب، ولكن ايضا بروح رياضيه عاليه. والشيخ طلال فهد الاحمد يرمي الكره الى جمهور المؤازر للابيض في هذه الصاله، صاله يوسف الشاهين،
الغانم، وبالتالي الأمور أيضا بالنسبة للطرفين في هذا اللقاء، وأيضا الصحافة والكل ينتظر ويتابع ماذا سوف تجري عن اللقاء، هذا اللقاء اللقاء الثاني في دورة الشايع الرمضانية. إدارة هذه البطولة وإدارة دورة الشايع الرمضانية كانت حريصة على أن تبارك في هذه التجربة التي كانت ناجحة في العام الماضي، والآن تكرر في هذه الدورة، الدورة رغم 11 في هذه البطولة. الآن بانتظار صافرة البداية للقاء بين مجلس إدارة نادي الكويت ومجلس إدارة نادي أيضا القادسية، ومرسول الغانم مع فهد الغانم وأيضا عمر القضيبي، والخطة الخطة الخطة كيف تكون. لكن أهدافهم في المباراة الماضية في العام الماضي عبد العزيز العنبري مو موجود اليوم، مو موجود مع نادي الكويت، لكن هناك اسماء في مجلس إدارة نادي القادسية ممكن تعمل الفارق. حقيقة حمد بو حمد من الأسماء اللي حاضرة، لاعب سابق أيضا، وأيضا مع رضا معرفي وأيضا سعود أبو حمد. إذن ما بلشته وقرعة، أهم القرعة فيها عليها حكي، القرعة عليها حكي، لكن في اتفاق الآن، في حكم في النص بعد مو راضي مرزوق، نعم مرزوق الغانم مو راضي في البداية، مو راضي هذه بدايتها يتفقون ولا ما يتفقون؟ لا لازم يتفقون عشان نشوف مباراة، علشان نشوف كرة، عشان نستمتع في لقاء الودي الحب الاستعراضي. يطلب مرزوق الغانم من الشيخ يفسخ الساعة نقاش ووقت، ناصر العز يقول له وقت مجلس متأثر بالمجلس، مرزوق الغانم متأثر بالمجلس، لكن هذه صالة يوسف شاهين الغانم، وهذه مباراة شروطها وقوانينها واضحة، وانطلاقة المباراة الآن بين مجلس إدارة نادي القادسية ومجلس إدارة نادي الكويت. وبالتالي سعود بو حمد يلعبها الى على طول ناحيه اليمين لايضا وليد كندري ينقلها على طول الى حمد. الله يا حمد. العمر لا وصل لاحكامه، لكن في وقت كان يمر بين الثلاثه والاربعه هو حمد بو حمد، لكن الان الكره الان تصل لمجلس إدارة نادي الكويت إلى النائب مرزوق الغانم، مرزوق إلى خالد غانم، إلى فهد غانم، ثلاثي غانم موجود، وكرة ملعوبة عمر القضيبي، لكن الكنترول خان أيضا عمر القضيبي. طلال فهد ما يبدأ في المباراة في البداية، قد يبدأ في شوط المباراة الثاني. هذا أيضا بدر أو عمر القضيبي، وكرة مقطوعة واس الحساوي بيلعب كره بينيه، ولكن ما في تفاهم مع حمد بو حمد في هذه اللقطه، ولكن الكره الى خارج الملعب. ترقب الان من الشيخ طلال بدر احمد الان للقاء، لان المباراه الماضيه في العام الماضي لعب في البدايه واصيب هو الشيخ طلال، الان يريد ان يستفيد في من شوط المباراة الثاني. حقيقة هو فريق قادسية، مجلس إدارة قادسية، هو الشيخ طلال راح يكون، أتوقع راح يكون في شوط المباراة الثاني. سعود بو حمد يلعبها وين؟ في النص مقطوعة، تصل الآن على طول ثنائية أرضية وقريبة تسديدة، ولكن كرة
كرة متابعة، الكرة متابعة من جانب أيضا اللاعب